إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، مرحبا بكم في برنامجكم أحلامنا الجميلة. أسأل مولى عز وجل أن يوفقني في تأويل أحلامكم وأن يوفقكم في سردها وقصها كما رأيتموها. يقول المولى سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ومن هذه الآية يتضح لنا البشرى، الرؤية الصادقة، وهي البشرى، بشرى في الدنيا وبشرى في الآخرة، أي لهم البشرى، لهم الحسنى في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تبشرهم الملائكة برضوان من الله في الآخرة، وفي الدنيا أصل أيضا الرؤية الصادقة، الرؤية الصالحة والرؤية الصادقة التي يراها المؤمن، يراها المؤمن أو ترى له. تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا قايمة النهاردة على حلم لابني. الصوت شوية. إيه ده؟ الصوت شوية. علي صوتك شوية يا أم محمد. حاضر. قايمة النهاردة على حلم لابني، هو صغير عنده 5 سنين، إن هو إن مامتي وناس وكده بيكفنوه. ممكن الصوت شوية يا أم محمد؟ حاضر. إن مامتي مع في ناس معاها بيكفنوه. مامتك مالها؟ مامتي ومعاها ناس بيكفنوه. مامتك معاها ناس وبيكفنوه، بيكفنوا مين؟ بيكفنوا ابني اللي عنده 5 سنين. بيكفن ابنك، وهو كل شويه بيفك الكفن وبيجي يجري، يعني كانه مثلا ايه، ان احنا بننيمه وبنغطيه وبيجي يصحى من النوم تاني. يعني انا ده اللي في دماغي في الحلم. انا متضايقه، انا عارفه ان هو بيتكفن، بس برضه في دماغي ان هو كانه نايم وبيجي كل شويه يصحى يعني ينادي عليا، فبقول له ايه، لا ادخل تاني، فيدخل تاني ويكفنوه تاني ويرجع يفك الكفن تاني 3 مرات. فده تفسيره ايه؟ انا ايما مقبوضه قوي. ان شاء الله خير يا ام محمد، خيرا لك ان شاء الله. وهو اخباره ايه معاك يا محمد؟ هو صغير عنده 5 سنين، هو كويس. معاكي غيره؟ معايا بنت كمان. يعني هو بتخافي عنه اكتر من اخواته؟ لا لا خالص عادي، اصل هي بنت كمان اللي معايا، فانا مش معايا اطفال كتير يعني. نعم؟ مش معايا اطفال كتير يعني، هو واخته بس، فبخاف على الاتنين زي بعض. لا اقصد مش على اهتمامك، اقصد خوفك عليه، يعني بتخافي عليه يعني دايما كده وما بتطلعوش الشارع كده؟ لا 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 عادي. لا ماشي. حاضر يا محمد، اتفضل. الموت غالبا في المنام مش لازم يكون موت، مش لازم يكون فعلا يعني هي الحياة تنتهي بي، لا أبدا. أحيانا الموت تبقى حياة بالنسبة للطفل. فأرى إن شاء الله أن ربنا هيوفقه، هيكون مميز في دراسته إن شاء الله. بعد كده ندخل في البشارة في الآخرة، وهي في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ناخذ الاتصال. السلام عليكم. اتفضل يا ام هدير. حضرتك كنت عندي رؤيتين كده عايز اقول لهم لحضرتك. الصوت يا ام هدير. نعم. اتفضل ارفع الصوت. الصوت. اتفضلي. حضرتك دايما اشوف، انا ليا متزوجه. نعم. وزوجي كان مطلق مراته الاولانيه من زمان. وايه؟ لي اولاد. تاني بعد متزوجه؟ زوجي مطلق مراته من زمان. يعني انت زوجه تاني. وكان متجوز برضه ومراته ماتت وليه ابن. فالابن دوت انا متزوجاه بقالي 3 سنين. والابن كان كويس معايا وكنا عايشين كويسين. من ساعة ما بنته دخلت في الموضوع، يعني ايه، في حاجات كده بتحصل مش كويسة. فانا شايفة في المنام ان هي اخد الولد ملبساه، هو الولد في اولى ثانوي، لابسين جديد ورايحين فرح، وهي لابسه ابيض ولابسه حاجات كده طرحه بترتر كده وحاجات على راسها، فبتغيظ فيا. فجي زوجي وراح معاها الفرح وهي قعدت يعني تعمل حاجات ان هي تكيدني انا، يعني تعمل حاجات. يا ام محمد، يا ام هدير. نعم. تعمل حاجات ايه؟ يعني هي قبل كده حقيقي فعلا لقيناها مره رشت لنا البيت، يعني ده في الحقيقي. وفي الرؤية؟ وفي الرؤية لابسة أبيض. لابسة جديد ومتمكيجة، وبعدين الولد لابس برضه جديد، وقالت ورايحين فرح ومع أبوهم. أخد بال حضرتك؟ فأنا دلوقتي عايزة أكلم جوزي، مش عارفة أكلمه. فلما رحت سألت واحد قريبي اسمه فرج، فبقول له الفرح عامل إيه؟ يعني ما حدش خدني، يعني أنا عايزة أكلمه. راح قال لي ده فرح مجاري. فرح ايه؟ انا سامع بقى الهيصه والطبل والزمر والحاجات دي كلها. انت سامع الحاجات دي؟ سامع يعني سامع الطبل. من بره النادي. بس انا مش عارفه اوصل لزوجي اكلمه. فالمهم في 3 بنات لابسين نقابات ولابسين خمارات كده ولابسهم حلو، منهم واحده مسيحيه. منهم واحده واحده مسيحيه لابسه برضو الخمار والنقاب. فرفعت الخمار، رفعت النقاب، فبتقول لي بتقول لي انا اقدر اوصلك بزوجك، هي بس هتبقى شويه، يعني لان في هيصه وكده اهوت وفرح وانا مش عارفه اوصل له. فوانا طالعه لقيت بقى ابن عمي ده، فبقول له الفرح يعني انت ما رحتش الفرح يعني؟ قال لي فرح مين يا ستي؟ ده فرح مجاري. ده فرح مجاري. فرح ايه؟ مجاري. مجاري وحش. يعني ماشي. وفي دايما يا شيخ انا بشوف في الرؤية، انا ليا بنتي متوفية لان عندها كانسر وتوفت وهي في ثالثة اعدادي، يعني ربنا يرحمها ان شاء الله. الله يكرمك، هي دي بنتي الوحيدة يعني. فدايما اشوف نفسي ان انا بنزل من عايزة انزل ومش عارفة انزل، فابص اقول انا هعتمد على الله وانزل واقول دعاء واقول قرآن وانزل من المكان ده، فاجي انزل الحمد لله ما يجراليش حاجة يعني. ودايما بقى بنتي اشوفها بصالي ومامتي وكده وقاعدين حواليا. انت في حاجه، في هم يا ام، في هم مضايقك الايام دي؟ قوي 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 قوي. واضح. البكاء مستمر على طول. نعم؟ البكاء مستمر. واضح واضح من رؤيتك انك انت بتعاني من احزان كثيره. قوي 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 يا شيخ. ولكن ودايما قاعده انا لوحدي يعني. واضح انك انت تعاني من الوحدة، واضح انك انت تعاني من احزان، وواضح انك انت يعني فعلا مهمومة جامد من الرؤية، يعني وجود المجال ووجود الرقص والطبل والحاجات اللي هي في الفرح دي كلها تعبر على المشاكل والهم والغم اللي انت فيه. ولكن احنا هنا في الرؤية عندنا برضو اسم فرج، فربنا ان شاء الله يجعل لك مخرج من الهموم اللي انت فيها ان شاء الله قريبا يعني.
اللي رفعت لك النقاب دي واضح ان هي في وحده مقربه منك دايما بتنصحك ودايما بتكون صريحه معاكي، يعني دايما تكون مقربه ليكي في وقت الشده. ففي وحده معينه يعني اللي هي رفعت لك النقاب دي واضح ان هي مقربه ليكي، خليها جنبيكي واستعيني بالله واصبري وتوجهي الى الله بالدعاء، وان شاء الله ربنا يرفع عنك البلاء يعني. ولكن ان شاء الله اعتمادك على الله دليل على ان شاء الله ربنا هيرزقك ان شاء الله وهيعافيك من الاحزان اللي انت فيها. الرؤيا يقسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ثلاثه، فقال الرؤيا ثلاثه: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا يحدث الانسان بها نفسه فيراها. الرؤيا اللي هي من الله فهي يراها العبد أو ترى له، ودائما هذه الرؤيا ما تكون مبشرة ومفرحة، ودائما تبشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمثلا لو ضربنا مثالا على الرؤيا الصالحة، مثلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أم عمرو تفضل يا أم عمرو. أيوة يا شيخ. تفضل يا أم عمرو. أنا حلمت في بيتنا وشفت حماتي واقفين من غير وشوش. حماتك؟ حماتي وحماية. واقفين بجسمهم كده بس مالهمش وش. واقفين يبصوا كده عليا وأنا فوق وعلى السلالم وهم تحت. والرؤية الثانية شفت حماتي داخلة عليا بكرومبة. سلمت عليا وبتديها لي. كرومبة كلها دود، مليانه دود ومنخربه وكرومبه وحشه قوي. تقول لي خديها، تقول لها اقول لها اعمل بها ايه ده كرومبه وحشه، تقول لي بس خدي اعمليها. قالت لها ده مدوده ومنظرها وحش. قالت ما خدتهاش انت اديها للجيران. قلت طب انا اخدها اديها للجيران وهي وحشه كده هعمل بها ايه؟ رحت وراحت سايبها لي، قالت لي خدي اعملها اعملها ما تعملهاش، راحت مديها لي وسايبها لي وماشيه. طب وانت علاقتك ايه بحماتك وحماك يا ام عمرو؟ كل واحد منا الطريق. واضح من رؤيتك ان هم بيبصوا لك جامد على حاجتك، وواضح انك انت يعني العلاقات بينكم مش ولا بد. واتمنى يعني ان علاقاتكم ان شاء الله تعود كويسه كده ان شاء الله. اما بالنسبه للكرومبيا ام عمرو، انا بالنسبه للدود، فهل انت حاسه في حياتك ان في حسد عندك؟ طيب يعني بتشعري في حاجات كتيرة ان في حسد؟ في سحر. سحر ولا حسد؟ لا في سحر. طيب ماشي. طب ممكن يام عمرو؟ لا ترددي ورايا. طيب لا. طب ممكن تقولي: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله؟ يام عمرو ما يمكن السحر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. معاك يا أم عمرو. ما جئت به السحر الله يفسده. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئت به السحر إلا الله يفسده. طب ردد يا أم عمرو: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئت به السحر إن الله يبطله. طب بص يا ام عمرو، واضح ان من رؤياتي واضح ان الرؤيه الثانيه واضح ان هو في سحر وفي حسد، فيا ريت تقولي الرقيه الشرعيه وترقيها على نفسك وان شاء الله ربنا يعافيك. معانا ايمان. ايمان الو. اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا عندي حلم اني مرت عمي حلمت اني مامتي، انا مامتي متوفيه، حلمت انها بتضربها في الحلم يعني. حلمت انها ايه يا ايمان؟ عايزك تفسر لي الحلم ده كويس يا ايمان. حلمت ان ايه؟ ايوه يا شيخ. حلمت ايه؟ حلمت مرت عمي حلمت ان بتضرب مامتي في الحلم. ومامتك متوفيه. ايوه متوفيه. في حاجه تانية يا ايمان؟ ايوه. والمطر في الحلم ايه؟
ايوه يا دكتور. المطر. ماشي، في حاجه تانية يا ايمان؟ ايمان معانا؟ طيب بالنسبه للمطر يا ايمان، المطر ان شاء الله استجابه الدعاء، والغيث رحمه، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالغيث دائما او المطر رحمه ورزق، فليك دعاء ان شاء الله ربنا هيستجيب ليك. ده بالنسبه للمطر. بالنسبه للماما بتضرب عمته، فيا ريت يعني عمته ما تنساهاش من الدعاء وتدعو لها دائما ان شاء الله، وتتصدق عليها. هي ممكن تكون زعلانه منها او بتعتب منها في حاجه. فالرؤية الصالحة كما يراها العبد أو ترى له، وضربنا مثالا وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهي الرؤية المبشرة. وأحيانا تكون الرؤية محذرة، تكون رؤية تحذيرية تحذر الإنسان من شيء آت. وغالبا ما يكون الرؤية الصالحة يحدث فيها دائما انشراح الصدر، ودائما تكون مبشرة، ودائما تكون مفرحة. فمثلا لو نظرنا إلى الرؤية الصالحة، مثلا ممكن الإنسان يرى ممكن تاجر يكون ناجح في تجارته جدا، يعني ومعروف يعني أنه ناجح في تجارته، وفجأة كده مثلا ممكن يخسر في تجارته شيئا ما. فممكن تجي له رؤية في المنام توضح لهم مثلا سبب الخسارة أو سبب التعسر أو ما شابه ذلك. وغالبا هذه الرؤية تكون رحمة من الله وفضل، يعني الإنسان لما بتجي له رؤية بتريحه أو رؤية بتخبره عن شيء نقات، دايما بيبقى مرتاح نفسيا كده، لأن الرؤية المبشرة دايما فيها حسن ظن بالله، دايما فيها البشرة، دايما فيها الفرحة، عكس الرؤية الثانية اللي هي من الشيطان. الرؤية اللي هي من الشيطان. أم علاء معانا؟ أم علاء، السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معايا مرات ابني، شفتها في المنام إن رجليها الاثنين فيهم زي حبوب كده على الكف عند الأصابع، وتسيب كده سنتي أو 2 سنتي وشوية تاني كده. مرات الحرق. هي مرات ابنك؟ مرات ابني. اتفضل. زي الحرق كده. في رجليها. فراحت كشفت عند الدكتور، قال لها ده علاج، وقال لها شويه كده فتره ما تلبسيش لا جزمه ولا شراب لغايه ما يخفوا. فشغلني شويه الحلم ده لو سمحت، يعني ما تلبسي جزمه او شراب لغايه ما يخف اللي في رجليها، او شراب لغايه رجليها ما تخف. طيب العلاج اللي اديهولها الدكتور. طب معلش يا ام علاء، هنسال عن حاجه. ايوه اتفضل حضرتك. هنسال عن ظروفها المادية وظروف والدها ووالدتها ايه؟ والله عشان هي الرجلين ممكن تيجي بالوالدين وممكن تيجي رزق، فهنسأل عن الاثنين يعني. والله هو يعني في شوية كان مشاكل شوية بين والدتها ووالدها يعني. ده السبب. هي ماشي. هي أم علاء انك انت تشوفي رجليها تعباها، فواضح ان هي متأثرة جدا بعلاقة باباها مع مامتها. وواضح ان هي يعني بتزعل عليهم. ولكن برضو وجود الجزمة والشراب والدكتور ينصحها ان هي ما تلبسهاش لغاية ما رجليها تخف، يا ريت المشاكل اللي هي مع بابا وماما ما تأثرش على على علاقتها بزوجها ومع وفي بيتها، يعني مع زوجها وابنائها. ماشي. واسال المولى عز وجل ان ربنا يرفع عنها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شكرا يا شيخ، شاكرين حالك. الرؤيه اللي هي من الشيطان وهي الاضغاث واحلام. ودائما تاتي رؤيا الاضغاث واحلام دائما تكون مخيفه ومحزنه، ودائما يعني يكون الغالب فيها الشر في الرؤيه. فالانسان يرى انه يقتل نفسه، إنسان يرى أنه يقتل ابنه وابنته، إنسان يرى أنه يطلق زوجته، ويرى في المنام كأن السماء أصبحت سقفا وسيقع عليه، أو ربما النجوم تخرج من الأرض، أو السماء تنبت شجرا. دائما تكون الرؤية اللي هي أضغاث أحلام دي أو الرؤية من الشيطان
دائما بتكون مش واضحة، دائما تكون مخيفة، دائما تكون مقلقة، دائما ولا يراعى فيها ايه يعني احكام الله، ولا يراعى فيها الحرام والحلال، تكون دائما ايه كده. فمثلا على سبيل المثال كان في ام مروان معانا. نعم، تفضل يا ام مروان. انا والله يا شيخ انا حلمت حلم مده يومين ثلاثه كده. تفضلي. انا حلمت مع جيراني وعطشانه. حلمت ايه يا ام مروان؟ عطشانه، عايز اشرب. عطشانه. عطشانه. ورحت اشرب انا، ورحت شربت انا وعايز ادي لجوزي، لقيت الميه معكره. وشربتي في المنام؟ ورحت اسقي جوزي، لقيت في نفس الكوبايه الميه معكره. لقيتي فيها ايه؟ ميه بعكار، يعني زي حد حاطط لي فيها تراب او حاجه في الكوبايه. ماشي. دي لما اديت لها جوزي. بتاعت زوجك دي اللي كان فيها الحاجات. عكار يعني. بعد كده رحت انا اقول للبيت الثاني اسقيني، ما رضيش يدوني ثاني ميه. رحت للبيت جيراننا الثاني. وايه؟ رحت لجيراننا الثانيين. جيرانك. ما طلعوا ليش ميه، طلعوا لي بلح في قفه. ادوك ايه؟ بلح. بلح؟ البلح ده اصفر من الزرع مش ناشف. اكلت فيه انا وجوزي، واكلنا وانا ومعديه طالعه الدور الثاني، كان بيت الدور الثاني. كان طعم البلح حلو يا ام مروان؟ مذاقه حلو؟ وكلنا جامد. كنا يعني في كثره انا وجوزي. نعم؟ اكلت كثير. اكلتي منه كثير؟ بس بعد كده رحت للبيت الاولاني اللي هم ادوني الميه اللي انا شربت، وجوزي ما لقيت فيها حكار. لقيت واحده دكتوره نايمه ومخلفه عيل. دكتوره تعرفيها؟ اعرفها في الحقيقه. بس ومخلفه عيل. بقول لها انا عايزه اكشف واكشف نفسي وكده، وعايزه احبل وكده يعني. راحت قالت لي انا ما اقدرش، يقول لك انا حامل وكده، انا والده وكده يعني والعيل وراها. وانت عاوزه ايه منها مروان؟ انا كنت عايزه اكشف نسا. ماشي. بس راحت قالت لي لا انا ما اقدرش دلوقتي. لما زنيت عليها وكده قالت لي خلاص ماشي. راحت كشفت لي كشف اشعه تلفزيونيه، راحت قالت لي طب نبض العين. بس قلت لها لا مش معقول نبض العين له. قالت لي اسمعي كده نبض العين اهو. انتهت الرؤية يا مروان؟ انتهت، ممكن معي حلم ثاني. طب معلش ثانية استفسر بس يا مروان منك عن حاجة. طيب اخبار ابو مروان المادية ايه؟ نوعا يعني مش كثيرة. واضح. طب وانت ليكي مصدر غير مصدر ابو مروان؟ مصدر رزق غير مصدر ابو مروان؟ لا انا ربة منزل. ربة بيت. ماشي، تفضل يا مروان قول الرؤية الثانية كده وأقول لك دي إن شاء الله. الرؤية الثانية إن مرت أخوي حلمتني إن أول بتربي فروجي في الحلم، وأول بيضة اديتها لولدي. أول بيضة خدتيها لولدك أنت؟ لا هي اديتها لولدي، مش أنا خدتها، لا هي اديتها له. ماشي. بس وكده خلصت الرؤية معاه. هو مروان كبير يا أم مروان؟ لسنة وشهر. ما فيش أكبر منه؟ في بنات أكبر منه؟ لا. في حلم تاني برضو حضرتك الشيخ. نعم؟ في حلم تاني. ماشي، تفضل يا مروان. اللي حلمتني مرت أخويا برضو. هي أختي المتجوزة بيشتروا حاجات هدوم وكده، وأنا بعيدة. بتشتري إيه؟ بتشتري هدوم هي وأختي التانية. وانا بعيده مش راضيه ابص عليهم ولا حاجه، يشغلني يقولوا له بص وانا مش راضيه ابص. بس كده يا مروان؟ بس. حاضر يا مروان، هقول لك رايك. حاضر. طب بالنسبه للميه يا مروان اللي انت شربتيها والبلح، ان شاء الله يعني واضح ان في يعني مشكله ماديه عندكم، والكلام ده حضرتك قلتيه، واضح ان شاء الله ان الامور هتتصلح معاكم خالص ان شاء الله، وهيكون البلح ده رزق ان شاء الله، هيكون رزق وزياده ايمان ان شاء الله. وجودك عند الدكتوره
يعني لو يعني هي واضح ان هي في واحدة بتنصحك، ولو كان في مشاكل صحية يا ريت ايه تهتم بيها. البيضة هنا اللي ادتها لولدك، هو البيضة ممكن تكون رزق، وواضح من شرائهم الهدوم ان هم في حالة يعني في حالة مادية افضل منكم، فاحتمال يكون يعني في مساعدة بينكم ما بين بعض، او في شراكة في رزق او ما شابه ذلك يعني. فان شاء الله الرؤية خير ان شاء الله تتلقيه. معنا ام فرح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا حلمت ان امي الله يرحمها شايله بنت اخويا الصغيره، والصغيره عندها سنتين، وتقول الصلاه خير من النوم، الصلاه خير من النوم. وهي شايله ابنك انت؟ بنت اخويا الصغيره امي شايلاها، والطفله دي بتقول الصلاه خير من النوم. اه بس كده؟ اه بس كده. ما شاء الله. هي سنها كام الطفله؟ عندها 3، بس هي كانت اصغر من كده كمان، كان عندها سنتين تقريبا يعني هي وشايلها. اه طب واخبار والدها ايه في الصلاه؟ بيصلوا بس مش عارفه يعني بانتظام ولا لا، بس بيصلوا طبعا. لا طب بيصلوا ماشي، لكن بيصلوا الفجر بالذات؟ لا دي انا مش عارفاها والله. لا هي بتنصح الرؤيه بتنصح والدها بالصلاه، وخاصه صلاه الفجر. الصلاه خيرا من النوم، يعني يعني يهتموا بصلاه الفجر بالذات يعني. ولكن هي كون ان هي تنصح بالصلاة، فواضح ان شاء الله ان هي الطفلة يعني ان شاء الله هتطلع يعني ايه يعني ان شاء الله من يعني صالحة ان شاء الله. اللهم امين. امين. شكرا بارك الله. تفضلي. الله يبارك فيك. الرؤية اللي هي اضغاث واحلام، مثلا لو نرجع مثلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: رأيت عنقي قد قطعت، يعني وقعت على الأرض فالتقطته، رأسه اتقطعت فالتقطته وضعته مكانه. يعني رجل شاف ان راسه اتقطعت ووقعت على الأرض، وراح جابها وراح حطها ايه مكانها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قص هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا تلاعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن بها الناس. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهذا الرجل الذي رأى الرؤيا فقط، ولكن يعلمنا بها ويعلم الأمة إن أي إنسان يشوف رؤيا زي كده أو أي حاجة من أضغاث الأحلام، إن هو الصح إن هو إيه ما يقصهاش الحد. أم محمد ولا محمد؟ تفضل يا محمد. معانا محمد. تفضل اسم محمد. الشيخ معايا يعني؟ اتفضل يا محمد، اتفضل يا اسم محمد. كنت شفت رؤية وعايز اعرضها على الشيخ. اتفضل، اتفضل يا اسم محمد معاك. الرؤية دي اني يعني انا هي اللي شافتها واحدة تخصني، انها دخلت مكان ضيق، مكان ضيق كده يعني. هي اللي دخلت ولا حضرتك؟ نعم؟ حضرتك اللي دخلت المكان الضيق ولا هي؟ لا المدام. ماشي اتفضل. فلقيت طفل قاعد قدامه كتب كتير، فبتقول له: انت مين؟ قال: انا بتاع الازهر. وجنبيه واحد اسمه عبد الحفيظ، واداها منديل مكتوب عليه ثمان ايات قرانيه، بس هي ما قالتش منهم غير الفاتحه والمعوذتين وقل هو الله احد. وهي قاعده حاطه المنديل على رجلها وحاطه ايدها عليه، بتقول: ايه ده الله، المنديل بارد جدا تحت ايدي. وصحيت. دي رؤية اللي شافتها المدام؟ اه. استاذ محمد معاك ايه ابناء استاذ محمد؟ معايا حسني وعمر الفاروق. حسني وعمر الفاروق، مين فيهم مهتم اكتر بالدراسة وبالاهتمام وبالتحصيل العلوم الشرعية بالذات؟ هم اطفال. طيب بالنسبه للمكان الضيق اللي كانت فيه المدام، في حاجه مضايقه المدام طيب الايام دي؟ في ضيق يعني في مشكله؟ امور الدنيا يعني. في مشكله معينه يعني؟ ممكن يعني عندها يعني في حاله ما
مرض في البيت يعني مع حد من اخواتها. هي واضح ان هي المكان الضيق اللي فيه المدام واضح ان هي في ضيق شوية يعني، واضح ان هي في حاجة مضايقاها. اما بالنسبة للطفل اللي هو بيقرأ في كتب الازهر فان شاء الله ربنا هيبارك لكم في حسني وفي اخوه، وهيكون ان شاء الله من المحصلين للعلوم الشرعية، ووجود الفاتحة ربنا هيفتح عليهم في الدنيا ان شاء الله في الامور الدنيويه والعلوم الدينيه. والمعوذتين ان شاء الله ربنا هيحفظهم من كل سوء وهيحفظهم من كل شر، وان شاء الله هيكونوا ايه يعني لهم شان ان شاء الله. فالرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي من الشيطان يعني امرنا برضو ان احنا مش ما نقصهاش وبس، لا ده امرنا برضو ان احنا باداب تقال عندما يرى منا الانسان مثلا رؤيا من 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 الشيطان، ان هو يدفل عن يساره ثلاث ويتعوذ بها من الشيطان الرجيم، ويغير نومته ويتوضا ويدعو المولى عز وجل ان هو يعافيه من شرها. ناخذ اتصال ام احمد. قطع اتصال ام احمد. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا الفرق بين الرؤيا والأحلام، فيقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فالرؤيا اللي هي مبشرة دائما ما تكون من الله، أما الأحلام الأخرى فتكون من الشيطان. عبير معنا؟ أيوة حضرتك. تفضلي. ألو. تفضلي معاك، تفضلي انت على الهواء عبير. تقول ايه؟ تفضلي عبير. ماشي، ممكن احكي الحلم؟ الو. تفضلي انت على الهواء عبير، تفضلي. الو. انت على الهواء عبير، تفضلي. معانا شيماء. ايوه معاك حضرتك. تفضلي. ايوه. تفضلي يا شيماء. الو. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا حلمت اني انا شفت ابن عمتي اسمه مؤمن. مؤمن. اي. كان ماسك لي كتاب الانبياء. هو بيديك انت كتاب الانبياء؟ لا، كان ماسكهولي. ماسكه هو؟ كان ماسك لي كتاب الانبياء. ماسك لك كتاب الانبياء، اتفضلي. ايوه، وكان بيوريني كل صفحه كان فيها نبي. ايوه. وشفت سيدنا لوط، يعني كان النبي تحتيه اسمي. شفتي سيدنا لوط؟ ايوه، شفت سيدنا لوط، وشفت سيدنا تقريبا الخضر، مش متاكده منه. سيدنا الخضر. ايوه. ايوه شيماء. وجه عند سوره سيدنا محمد. سيدنا محمد. ايوه. راح قالب لي بسرعه. فانا قلت له لا والنبي انا لسه اشوفه. اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ايوه. تفضلي. تفضلي. بس شفته مش على هيئة صورة زي باقي الأنبياء اللي أنا شفتهم. أي. شفت النبي عليه الصلاة والسلام جاهز وماسك المصحف بين إيديه وباصص عليه. فقط، يعني ما شفت غير كده. أي. انتهت الرؤية شيماء؟ انتهت كده. طب أسأل سؤال يا شيماء، عشان رؤية سيدنا لوط. هو انت انتقلتي من مكان لمكان قريب يعني؟ ازاي؟ لما شفت الرؤيه دي كنت في مكان وبعديها حاليا انت في مكان؟ انا شفت الرؤيه دي من سنتين. من سنتين ما انتقلتيش من مكان لمكان؟ انا اتجوزت دلوقتي، يعني كنت في بيت ابويا وجوزت. ماشي ماشي شيماء، ماشي تمام. ماشي، اتفضل يا شيماء.
شيماء شافت الأنبياء أو شافت كتاب الأنبياء، فرؤية الأنبياء دائما ما تكون بشارة دائما، وخاصة لو كانت الهيئة اللي شافت فيها الأنبياء أو رؤية الأنبياء دائما تكون إيه بشارة. أما رؤية سيدنا لوط بالذات فهي تعبر ب يعني إما بانتقال من مكان إلى مكان، و أو يعني صاحب الرؤية كان يفهم وربنا هيفرج عنه، يعني دي رؤية الأنبياء. أما رؤية سيدنا محمد فهي إن شاء الله يعني بشرى لك في الدنيا وشفاء من مرض، وإن شاء الله يعني البشرى الأعظم إنك أنت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة إن شاء الله في الجنة، وتكون قضاء دين بالنسبة لك هذه الرؤية، فإن كان في دين أو في مرض إن شاء الله ربنا إيه هيعافيك منه، فهي بشرى. وأحيانا رؤية سيدنا محمد برضو لو كنت أنت هتنوي الحج أو العمرة فإن شاء الله ربنا هيرزقك قريبا إن شاء الله بالحج أو العمرة، دي رؤية سيدنا محمد. مين معنا؟ إيمان، فضل يا إيمان. ده يعني معايا انا ابني صغير يعني في الفتره دي كان قد كبير يعني. ابنك الصغير؟ صغير ايوه 4 سنين. لا ارفع صوتك يا ايمان شوي. مين؟ يا ايمان لو تحركتي من مكانك يا إيمان عشان الشبكة واضح إن هي الصوت بيقطع. قطع اتصال إيمان. فالرؤية من الله والحلم من الشيطان، فالرؤية دائما تكون مبشرة، والرؤية والحلم والرؤية الشيطان دائما تكون إيه مخيفة. بعد كده الإنسان ممكن إيه يعني دائما نتمنى ان احنا نرى الرؤية الصالحة، ففي اداب ان احنا لو تأدبنا بها يعني امرنا بها الشارع الحنيف نتأدب بها فنرى الرؤية الصالحة. فعلى سبيل المثال مثلا الرؤية الصالحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، فالصدق في القول دائما ايه يكون يعني سبب من اسباب الرؤيه الصالحه. مين معانا؟ عبير معانا. الو اتفضل يا عبير. ايوه سمحت، انا كنت حلمت قبل كده ان انا كنت ماشيه في طريق وكان في قطرين، كل ما اروح ناحيه كده عشان اعدي كان في ايه. وانت ماشيه في الطريق في ايه عبير؟ نعم. كان في ايه في الطريق؟ كنت ماشيه في طريق ناحيه سكه القطر كده، كل ما اروح حته الاقي القطر هيجي عليا، اروح هنا الاقي القطر زي عليا كده يعني. في حاجه تانية عبير؟ في حلم تاني ان انا دايما ماشيه حافيه وفي مكان ضلمه والكلاب بتجري ورايا. حافيه وفي مكان مظلم وايه تاني؟ والكلاب بتجري ورايا. وفي كم حلم تاني بس مش فاكرهم دلوقتي، بس ممكن اطلع. طب خلينا في دي يا عبير. طب انت اخبارك ايه مع الله يا عبير؟ بتصلي؟ انا بصلي بس مش منتظمه الصراحه يعني. لا واضح انك مش منتظمه يا عبير عشان كده الكلاب بتجري وراكي دايما. ايوه انا فعلا مش منتظمه. ودايما انت سنك كام يا عبير؟ نعم. سنك كام؟ انا 22 سنه. 22 سنة؟ انت مخطوبة عبير؟ لا انا متجوزة. متجوزة؟ طب اخبارك ايه في مع زوجك؟ الحمد لله كويسين يعني الحمد لله. خير ان شاء الله. بس مرة كنت برضو حلمت بالكلاب. لكن زوجك معاكي ولا في سفر؟ نعم. زوجك معاكي حاليا ولا في سفر؟ لا معايا، وانا مرة حلمت ان هو برضو كان معايا في الحلم لما الكلاب كانت بتجري ورانا. بتشوفي حاجة تاني غير الكلاب يا عبير؟ لا هي الكلاب بس اللي انا بشوفها يعني.
ده على اساس ان انا مش منتظمه وانا في الصلاه. هي الكلاب طبعا والحاجات المخيفه دي واضح انك انت مش منتظمه في الصلاه، ولكن حاف يعني يا ريت يعني تكون علاقتكم كويسه انت وزوجك، يعني حاولي ما تزعلهوشي، والقطر واضح ان هو اموركم ممكن تكون فيها يعني الامور مش مستقره او مش منتظمه، يعني الحياه المعيشيه بالذات دي من القطر، انك انت كل ما بتروحي مكان يعني كل ما بتروحي ناحيه وتلاقيه جاي وبتخافي منه وماشي حافيه والمكان مظلم. المكان المظلم ده غالبا يعني بيكون الظلام ده ظلام والعياذ بالله ظلام المعصيه، وانت بتقولي مش منتظمه في الصلاه فدي معصيه برضو، عدم الانتظام في الصلاه دي معصيه. فماشي نكمل مع عبير. ايمان معانا؟ ايوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا شيخ شفت كده رؤيا خير اللهم اجعله خير. انا معايا ابن صغير 5 سنين يعني. معاكي ابن صغير؟ خمس سنين يعني. شفت اني انا ماشيه بيه في الشارع وطيارات هليكوبتر بتضرب عليه نار، فهو مش خايف ومبتسم وفي نفس الوقت بيمد ايده بيمسك الديل بتاعها، يعني بيمد ايده فوق عالي فبيمسك ديلها كانت تختل توازنها. ففجأة كده ما بيجيش عليه أي يعني ضربات من الطيارات دي اللي بتضربهم. فجت واحدة بتقول له ما بتتكلمش غير إني مختار عايزك، يعني عايز يوسف. تاني مع تاني دي؟ فجت واحدة بتقول إني مختار عايزه، يعني عايز يوسف. فأخذته أنا من إيده فدخلت ممر كبير كده عشان إحنا هنوصل المختار يعني. ومين مختار ده يا ايمان؟ ما انا مش عارفه، مختار ده في الحلم ده شخصيه عاليه جدا. فانا اخذته ومشيت بيه في الممر، فكل واحده بتسلمني الواحده، يعني لابسين ابيض وحتى على بوجهم حاطين كمامه بيضاء. فالمهم اني ايه، فانا كل ما ادخل مكان واحده تاخده مني وندخل مكان اكثر، واحده تخليني ايه تاخده مني وواحده تقف وتسلمني الواحده. طب ياخدوه ليه في الرؤيه؟ يعني ياخدوه ليه؟ ما انا مش عارفه هو مختار كان عايزه ليه. ففجاه لما جربنا ندخل المختار ومكتب مختار قالت لي خلاص استني انت هو اللي هيدخل لوحده. هو سنه كام ابنك يا ايمان؟ سنه حاليا 6 سنين يعني. هو يعني ذكي كده في تصرفاته يعني؟ هو ذكي جدا وهادي جدا جدا يعني. ما شاء الله، هو واضح من الرؤيه. في حاجة تانية يا إيمان؟ لا بس انتهت على كده يا شيخ. طب لكن أنت معاكي غير يوسف ده؟ معايا منة، معايا بنوتة بعده. لكن بتخافي عليه جامد، واضح إنك بتخافي عليه جامد. بخاف عليه خالص. أيوه طبعًا، أي أم عادي بتخاف على ابنها يا شيخ. طبعًا طبعًا، ربنا يبارك لك فيه إن شاء الله. تسلم، يا رب يخليك. واضح من الرؤية إن مختار يعني بالنسبة ليوسف واحد هياخده اسمه مختار وهم مش عارفينه مين، والناس مهتمة بيه وهتدخله مكتب وبيلبسوه ابيض، واضح ان هو يوسف ده واضح ان شاء الله هيطلع ذكي خالص، او واضح انه هيطلع مميز في دراسته، او هيكون لي شأن ان شاء الله يعني. لان كلمة مختار ده دليل عليه انه هيختار من وسط اصدقائه او من وسط زملائه او من وسط الفصل، يعني الاوائل دايما بيبقوا مختارين. فان شاء الله ربنا هيبارك لك فيه وهيكون لي شأن ان شاء الله بكره وبعده. اتفضل. طب نطلع فاصل ان شاء الله ونرجع تاني ان شاء الله، استنونا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنقول أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
فأول أدب من الأداب التي تتعلق بالمسلم حتى يرى الرؤية الصادقة هي الصدق في القول. الشرط الثاني وهو تقوى الله عز وجل، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الإمام أحمد في التقوى يقول: التقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى، أن تترك الشيء الذي تتمناه أو الشيء الذي تهواه خشية وخوفا من المولى عز وجل. الإمام علي أيضا يقول: التقوى العمل الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مين معنا؟ عبد الرحمن معنا؟ عبد الرحمن يا باشمهندس. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن. حضرتك انا حلمت بشخص لابس علمه، لابس علمه بيقول لي الاسلام ليس بمعمعة. لابس علمه وبيقول ايه يا استاذ عبد الرحمن؟ الاسلام ليس بمعمعة. الاسلام ليس بمعمعة. بس كده يا استاذ عبد الرحمن؟ ده اللي فاكره من الحلم يعني. طب في حد بتجادل معاه استاذ عبد الرحمن في الحاجات في الخلافات او في خلافات شرعيه او ما شابه ذلك؟ كنت بستفسر في اسئله في الدين وكده. ماشي. هو الرؤيه بتقول يا استاذ عبد الرحمن يعني لو هتستفسر يا ريت يعني تستفسر من اصحاب الدين او تطلع على حاجه في الكتب بحيث انك انت تاخد المعلومه من مصدرها الصحيح. يعني هي الرؤيه بتحذرك يعني انك انت تاخد براي يعني ممكن يكون ضعيف او راي شاذ، فياريت يعني تاخد الفتوى الشرعيه من مصادرها الشرعيه. ناخد رساله. رسالة بتقول: أنا حلمت إني واحدة جارتنا اسمها أم محمود قاعدة عندنا في البلكونة وزعلانة ومش عاوزة تتكلم أو مش عاوزة تكلم حد مننا، وأنا بنشر غسيل في الشباك التاني. طيب الرؤية يعني هو يعني حكيت إنها زعلانة، واضح إن هو يعني في أمر عندكم ما يعني ممكن يكون مضايقكم شوية، ولكن كلمة محمود يعني الأمر إيه؟ هينتهي يعني هينتهي بشيء يعني يفرحكم او هتكون عاقبته محموده. اما ان هي بتنشر الغسيل فاحيانا يكون نشر الغسيل قدوم غائب، يعني ممكن تكون هي ايه يعني في انتظار غائب انتم منتظرينه، وممكن يكون غسل الغسيل ونشرها اللي هي ايه كفاره الذنوب او حسن الحال طالما الغسيل اتنشر في البلكونه، وممكن يكون ايه في كلام بيطلع من البيت خارج البيت. فلو كانت كلمتنا صاحبة الرؤية يعني كان ممكن إيه نستفسر منها الحاجات دي، ولكن احنا ايه اجبنا عليها مجملا يعني. ام علي معانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عندي حلمين. اتفضل يا ام علي. اول واحد فيهم انا حلمت اني لابسة فستان فرح واني رايحة فرح وان في اتنين عاملين يستعجلوني ويقولوا لي يلا بسرعه، وان بقول لهم طب انا هتجوز مين، طب ساعدوني، طب لبسوا لي بنتي الصغيره. جاتني صوره العريس ده على انه والدي. والدك اللي هو العريس؟ عامل لنا فرحين. وفي فرحين يعني مكانين. ففرحين في مكانين، فانا بقول لهم طب انا هروح ازاي، طب ثواني، طيب عشان انا اللي معطلني ان كنت بصلح يعني كريم في وشي كان مبقع في اورتي، هو ده اللي معطلني. اقول لهم طب ثواني معطلك يعني مضايقك شويه يعني. تاني حلم حلمته من يومين ان انا في واحده شبهي بالظبط تقريبا انا ولابسه نفس لبسي بتخنقني وانا نايمه، وانا بقرا القران جوه الحلم وبقرا سوره ايه الكرسي وبدعي ربنا وبزقها، صوت القران مش طالع وصوتي مش طالع لانها بتخنقني وانا بزقها وبقاومها، وفي الاخر راح صوتي طلع، لولا ما صوتي طلع لولا ما سابتني كانت هتقتلني كانت هتخنقني.
هي شبهي جدا، هي انا تقريبا. ماشي. طب لابسه نفس لبسي، وكان طب معايا اخويا اسمه احمد. طب ثواني يا ام علي، ثواني يا ام علي. نعم. طب بالنسبه للرؤيه دي بس، اخبارك ايه في الصلاه؟ طيب الحمد لله. بتصلي يعني؟ الحمد لله. طب في احساس عندكم بحسد او سحر او حاجه او جن في البيت؟ احيانا بيجيني الاحساس ده، بس بشغل صوت البقره من وقت للتاني. طب بص يا ام علي، انا اليوم اللي حلمت فيه طب ثواني يا ام علي بس نشوف دي الاول. نعم. طب رددي كده، حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني او اذاني. حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني او اذاني. لا كرريها لغايه ما اقول لك بس. حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني او اذاني. حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني او اذاني. حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني او اذاني. كرري يا امه. حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني او اذاني. حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني او اذاني. حسبي الله ونعم الوكيل في من حسدني. ثواني يا ام علي. نعم. في صعوبه وانت بتقوليها، في احساس بحاجه؟ والله هو في احساس بالرهبه، بس انا اول مره اتصل بقناه، مش عارفه الاحساس ده مرتبط بدوره. لا يعني ما فيش ضيق في النفس كده ولا حاجه، يعني خنقه كده او حاجه في صدرك كده؟ بسيطه في زوري كده. طب بالنسبه لدي ام علي، واضح ان هو ايه يعني في حاجه في البيت او في حسد بالذات يعني. فياريت يعني تشغلي الرقيه وتقولي الرقيه على طول يعني. طيب حاضر. طب ده بالنسبه للحلم اللي هو الكابوس اللي كان صوتي مش طالع فيه ده. ده بالنسبة للكابوس، واللي هو لانك انت بتتعوذ وهي شبيهتك يعني، هي قرينتك او هي يعني، واضح ان في حاجة. فانت يا ريت ترقي نفسك، وخاصة قبل النوم يا ام علي، وتنامي على وضوء. طيب حاضر. طب بالنسبة للحلم الاولاني، بالنسبة للحلم الاولاني طبعا الزواج عامة يعني، في ممكن يكون حصول منفعة وسرور وخير، وبقدر الخير يعني بقدر الزينه برضه، ولكن هنا عندنا في الرؤيه ان الزينه كانت مضايقاكي في الرؤيه اللي هي على جورتك يعني. فواضح ان هو في شويه ضيق شويه يعني، دايما الدهان دي او الحاجات اللي بتدهن دي طالما هي بتضايق، وخاصه على الجوره يعني، وهي بتضايق، فواضح ان هو ايه في حاجه بسيطه مضايقاكي. بالنسبه لزواجك بوالدك، ف يعني هل هو مثلا انتوا بعاد عن بعض ولا بتصلي رحمك يعني معاه دايما، ولا بس هو عامه الزواج كويس يعني ما فيهوش حاجه ايه مخيفه، فربما زواجك بوالدك يكون منفع بينكم ما بين بعض، وربما يكون ايه يعني شراكه في امر ما، لان الزواج احيانا يجي بالمشاركه، فممكن يكون مشاركه بينك ما بينه او بين زوجك وبينه. ده بالنسبة للزواج. أما بالنسبة للفرحين فإن شاء الله يكون باب رزق تاني هيتفتح لكم إن شاء الله يعني، إن شاء الله قريبا. إيمان معانا؟ أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا إيمان. ماما يا شيخ حلمي شافت كده رؤية فيها بتقول إن هي في الرؤية رايحة تخطب لولادها، ما تعرفش مين فيهم، وجابت الذهب وراحت بيت العروسة، فبيت العروسة بيقولوا لها أنت جايبة ذهب ب 5000، فهي ردت وقالت لا انا جايبه ب 20,000 وجايباهم من السعوديه. فبعد كده انتقلت ان هي ايه في الرؤيه دي، فراحت دي اسبوع على اساس ان تيتا تعبانه يعني، فراحت وهي اصلا متوفيه. مين اللي تعبان؟ تيتا يعني ام ماما يعني. اللي هي متوفيه. اللي هي متوفيه، بس شافتها في الرؤيه ان هي تعبانه. هي في الاصل متوفيه يعني. فراحت فضلت تبكي عليها، فبتقول لها يا امي انت مسامحاني؟ قالت لها مسامحاكي، قالت لها انا مسامحاكي يعني. فراحت امي ركبت الطياره ورايحه الحجر، وقاعدين في الطياره من يعني ايه من غير كراسي يعني، في ارض الطياره. فمستنيه واحده جارتنا اسمها جمالاء رايحه معاها، الطياره مش راضيه تمشي غير لما تيجي جمالاء، وماسكه امي يعني، الجمالات دي ماسكه امي يعني، وخايفه من الطياره وهي طالعه لفوق. راحت امي الطياره بتجرى سوره الفاتحه، وفضلت تقول والشهاده طبعا، وقالت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا يا رب، وحياه حبيبه النبي اللي رايحين هنزوروه، وصلنا بالسلامه ورجعنا بالسلامه. وقالت للسواق الحمد لله ان الجو كويس. الحمد لله. ايه يا ايمان؟ الحمد لله. ايه
ان الجو كويس والطياره تقدر تطلع. طيب خير. راح السواق قال لها لو ما كانش الجو كويس ما كناش طلعنا، وطلعت الطياره الفوق وشايفين من الشباك الطياره هي طالعه شايفه من شباكها السماء صافيه ومليانه نجوم. انتهى على كده يا شيخ. خير ان شاء الله. طب المتوفاه دي اللي هي تعبانه انتوا يعني بتدعوا لها وبتتصدقوا عليها؟ احنا بندعوا لها وكده يعني وبتقرا لها قران يعني. طب هي محتاجه منكم للدعاء والصدقه ضروري يعني. اما بالنسبه للطياره وما كانتش راضيه تطلع وبعديها طلعت، فدي في شويه حاجات معاكم يعني، واضح انه في حاجه معاكم كده ومشاكل معاكم واختلافكم على الذهب والحاجات زي كده، ولكن هي كون ان الطياره الجو صفي والطياره طلعت فان شاء الله كله ده ايه هيتحل. بالنسبه للفاتحه فواضح ان قراءه الفاتحه فهي شفاء من مرض وفتح، فتح يعني رزق واسع ان شاء الله وشفاء من مرض ورزق لكم ان شاء الله. تفضل ناخذ فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ رسالة بتقول السلام عليكم، حلمت أن زوجة أخي وأمها حفروا حفرة كبيرة وبيدفنوا فيها موتى. دي إما يبحثوا عن حاجة أو في مكائد للناس أو بيخفوا سر معين يعني. دايما بحلم أني طائرة في الهواء وأنزل على الأرض. يعني ما تكونيش خياليه وخليك يعني واقعيه واحتمال تحقيق امنيه ان شاء الله. انا حلمت اني انا اشتريت مسدس صوت شكله جميل جدا، كان بني فاتح وكنت بضرب بيه. واضح انك سنك صغير فيا ريت تكون مع بابا وماما كويس، وواضح انك انت ليك امنية وان شاء الله هم هيحققوها لك. احلمت اني اصالح انسانة وانا زعلانة منها، يعني هم بيتصالحوا كانوا زعلانين وبيتصالحوا، وقدمت لها انسيال هدية ذهب. فهو الصلح خير، ففي خير بينكم ان شاء الله، وربما يكون الانسيال الهدية يكون في نسب بين الأسرتين يعني. واضح ان هو يكون في نسب بين الأسرتين يعني، الأسرة دي تاخد من دي او دي. ابويا متوفي وانا حلمت وامي حلمت ان ابويا فاتح علينا حنفية ماء واحنا نايمين. اولا ربنا يرحمه ان شاء الله، ثانيا هو واضح ان هو رزق وفير واحتمال تقسيم الميراث. احلمت امس بانني ورفيقاتي في مكان واسع وبينه ناخذ اتصال. أمة الله معنا؟ ايوه تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي أمة الله. الشيخ ابراهيم؟ تفضلي تفضلي انت على الهواء تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت انا شفت رؤية. تفضل. شفت ان خالتي فاتحه دكان بتاع ملابس، فكرات مستعمله. اي. وهي وحطت انا كمان في الدكان دوت بتخيط برضه الهدوم المستعمله. فبعد كده انا اصلا بخيط يعني. فبعد كده انا رحت لها وبقول لها يا خالتي هو انا انا بقول لها بس عايزينكم معايا قميص ورايح مني،
معاك ايه يا امة الله؟ قميص. قميص بتاعي بسأل عليه بقول لها يا خالتي بتقول لي القميص بتاعك معايا سيف متوفي، فبتقول لي هو لما كل حاجه قبل ما يمشي وخد القميص، وخد القميص معاه اللي هو قميصك انت. فانا بقول لها، فانا حسيت ان هي اللي واخداه، بقول لها بص لو كنت انت ولا هو اللي واخداه انا مش مسامحه فيه. ماشي. بعد كده انا مشيت بصيت بقول ايه، لقيت بقول هو الخياطه مثلا بتاعت المستعمله دي بتكسب، لقيت واحده لابسه ختمين وبتقول لي ايه شوفت الخياطه بتكسب وانا جايبه منها ايه، جايبه منها ختمين. فانا بصيت لقيتها قلت لها بس الخاتم ده بتاعي وهو واخده مني برده مع القميص، هتجيبيه هاتيه مش هتجيبيه، بس مسامحاكي كتير وما تقوليش يعني مسامحاكي انت ولا هو. فهي راحت خلعت الخاتم وقالت لي لا انا عارفه ان هو بتاعك خديه. فانا خدته وحطيته في ايدي، انا في حقيقه لابسه خاتم يعني فحطيته في ايدي وخايل جدا في ايدي مع الخاتم بتاعي اللي معايا. فانا يعني هي بتقول الخاتم انا عارفه ان هو واخده منك فاخديه فاديتهولي. سامعني حضرتك؟ معاكي اتفضلي يا امة الله. بس دي رؤيه يا شيخ. طب الرؤيه الثانيه انت سنك كام يا امة الله؟ نعم. سن حضرتك كام؟ سنك كام؟ 30. كام؟ 30. متزوجة؟ معايا متزوجة معايا عيال. طب زوجك غايب ولا موجود؟ لا معايا موجود. في مشاكل ولا حاجة؟ لا ما فيش حاجة. خير ان شاء الله. الرؤية الثانية بقى ثاني يوم برضه بعد بعد صلاة الفجر، يعني صلاة الفجر الاذكار واشوف الرؤية دي. اتفضل. الرؤية الثانية بقى لقيته زي ما يكون هو راجع برضه سلك ده من اللي هو كان يعني راجع من المول وراكب عجله السلكه دي، هي كانت عنده برضه في الحياه. فبقول لمراتي هو رجع امتى؟ قالت لي ده رجع وراحت مدينه طبق فيه تفاح. قالت لي كل ده انا جايبه معاه. فانا خدت كل واحده منا واحده من عيالي. وبصيت لقيته هو جايب لي برضه يعني بتقول لي خد الجلابيه دي خيطيها بتاعه الست اللي هو متوفي. فانا خيطتها وانا بخيط فيها لقيتها ان هي بتاعه الست مش بتاعه راجل. انت علاقتك ايه بصلة الارحام يا امة الله؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. مفيش أنا اي قاعدة بلد واهل البلد بس وصلنا عظيمة يعني. نعم؟ انا قاعدة بلد واهل البلد بس يعني مع يعني بتكلم بالتليفون وكده. واضح انك لا ما هو برضه التليفون مش مأدي الغرض، لان واضح ان الخياطة هنا دايما الخياطة بتيجي بصلة الارحام. فواضح انكم انتوا في مكان وصلت وارحامك في مكان تاني. واضح ان هم مش والخاتم والقميص. انت معاكي ايه ابناء؟ انا معايا ولدين وثلاث بنات. في حمل يا امة الله؟ لا لسه ولدي ده 5 شهور. لكن الخاتم انت خدتيه؟ انا خدته وشكله حلو خالص، خاتم ذهب وفيه الماس كده. لكن في الرؤيه انتهت على انك خدتيه. انا خدته. هو القميص بس انا قلتها لو انت خدتيه انت او هو مش سامحه فيه. طب هو في انتوا في خلافات بينكم ما بين بعض طيب؟ لا بالعكس ما فيش اي حاجه. لا. طب هي اللي كانت عاوزه تاخدي الخاتم حامل برضه؟ ده انا ما اعرفهاش، دي واحده ما اعرفهاش. مين؟ واحده ما اعرفهاش. ما تعرفهاش اصلا. خير ان شاء الله يا امة الله. الرؤية بتقول الرؤيتين عندك يا امة الله جاية فيها الخياطة، والخياطة دايما بتبقى ايه، اصلاح الشأن او صلة الرحم. فواضح انك انت في مكان وصلة رحمك في مكان تاني زي ما انت قلتي. والخاتم ان شاء الله ربنا هيرزقك بولد تاني ان شاء الله. طيب ناخد رؤية بتقول ان انا شفت نفسي يعني شافت نفسها هي وصديقاتها في مكان واسع، وبيني وبينهم سور به سور من باب نصف العلو من زجاج، وكنت اكلم احداهن من خلاله، وكان هناك كلب ابيض او كلب كبير. بلاش لصاحبة الرسالة ان هي تتكلم عن حد يعني او تمسك سيرة حد، وعلى رأي المثل يعني اللي بيته من قزاز ما يحدفش حد بالطوب.
فبلاش يعني ان هي تتكلم من حد، يعني كلنا عيوب، ربنا يصلح حالنا. والكلب شيطان، يعني ارقي نفسك يا ام احمد. قطع اتصال ام احمد. ناخذ رساله بتقول حلمت انني حلمت انني انا وزوجتي واثنين من اولادي بنلعب ونلهو في المطر، وانا ماشي وحدي، وانا ماشي واحد رشني بالمياه فذهبت رشيت وانا الاخر، ثم ذهبت الى البيت ووجدت رجلين في البيت. ناخذ اتصال الاول. السلام عليكم. هلا معانا، تفضلي. ايوه السلام عليكم. تفضلي. يا نساء الله وبركاته. سلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. الله يكرمك. كان دلوقتي عم الشيخ ان انا يعني خير اللهم اجعله خير، يعني شفت ان انا كنت في فرح بس ما كانش فيه لا هيصه ولا الكلام ده، كان فرح سيلفي. ما كانش فيها اي حاجه في الفرح، يعني زيت الحاجات اللي هي الطبله والمزمار يعني. كان في نور وكان في ناس لكن ما كانش في هيصه. وجوزي كان لابس جلابيه بيضة وجايب علبه زي علبه الذهب كده كبيره، جايب لي فيهم اسورتين وختمين اتنين. جايبهم لك انت؟ لي انا. الاسورتين فانا لما شفتهم فقلت له ده الاسوره الاولانيه ديت زي اسوره بنتي الكبيره، نفس الشكل بالظبط. الاسوره الثانيه جميله قوي، والختمين من ضمنهم خاتم هو عندي اصلا بس الفص مدني، والخاتم الثاني هو نفس الشكل بالظبط بس الفرق اللي ما بين الخاتم ده والخاتم ده، ده فص لبني وده فص اخضر. بس معاكي ايه ابناء؟ معايا 3 بنات. ما فيش اولاد؟ ايه؟ ما فيش اولاد؟ لا ما عندي. في فرصه لسه للحمل يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله. طب خير ان شاء الله. طيب يعني هو حاليا في حمل؟ لا هو لسه باذن الله يعني لسه يعني سنين ان شاء الله يعني. ان شاء الله. كان في حلمتين. نعم؟ كان في حلمتين. طب ماشي اتفضل يا ام اتفضل. حلمت ان انا خير، يعني ان انا كنا في بيت واسع قوي 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 بس بيت بالطوب الني بتاع زمان. مكان واسع. بيت. بس كان واسع قوي قوي ومن كتر وسع ومش عارفه اجيب اخره. ماشي. فانا جيت كانت الدنيا بتمطر بس ما فيش طين بس المطره نازله. فبقول لماما ليه يا ماما اسامه خلانا بعد ما احنا عندنا بيت وانا ببني بيت دلوقتي جديد وعندي شقتين اتنين وفي الاخر هنيجي نقعد في البيت القديم ده؟ قالت لي زي ما جوزك عايز امشي معايا. فدخلت البيت فبعد كده قعدت ادور على اولادي. فلما اخذ يعني دخلت حمام بس الحمام كان واسع قوي فلما اخذ يعني ايه فبراز يعني. وبعد كده دخلت اوضه ادور عليه وعلى جوزي وعلى اولادي، لقيت جوزي نايم وحواليه 3 بنات وبدور على بنت. فقال لي ايه دور عليها في حته ثانيه يعني. فقعدت ادور في البيت كله من وسع ومش عارفه اوصل للبيت. الاوضه اللي قصاده على طول فتحتها لقيتها مليانه ارانب بس انا بخاف من الارانب فقمت قافله الباب بسرعه. بس لكن انتوا حاليا فعلا في بيت تاني جديد لسه هتروحوا فيه ان شاء الله؟ طب ناخد الاتصال ده وبعدين نكمل. فاطمه معانا تفضلي. الو. تفضلي يا فاطمه. الو. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شيخ. صباح النور تفضلي. عندي حابه تفسر لي حلم. تفضلي. شفت رايت نفسي في بيت ابويا. بيت ابويا جديد يعني سكنوا فيه يعني منذ شهرين. شفت كان انسان يدهن في الحيوط في الحائط بتاع بيت ابويا لونه سماوي. ايه اللي لونه سماوي؟ فاطمه معلش يا فاطمه، ايه اللي لونه سماوي؟ لون الحيوط سماوي وخارج منهم ورود جميله جدا. ورد من هذيك الحيوط تاع البيت.
نور البيت اللي هو سماوي؟ لا البيت جديد وشفت الدهان، الدهان تاع دهان البيت، بياض البيت سماوي، دهان البيت كأن شخص يدهن في دهان البيت لونه سماوي، لونه سماوي ماشي، لون السماء ماشي، والحائط يخرج منه ورود فضية، ورود وبعدين خرجت من البيت ماشية في طريق ما خالي، ما فيه لا يوجد أحد، وجدت من بعيد مسجد، فأذن الأذان، في أذن الأذان يعني انتظرت عند حائط تاع مقبرة، حائط تاع مقبرة، وقدرت الطرحة على رأسي وسجدت سما يعني. بعد حائط المقبرة فاطمة؟ طب اتصال فاطمة انقطع، ولكن واضح من البيت الجديد وهو البياض السماوي ان شاء الله يعني ايه في انتقال من حالة لحالة افضل ان شاء الله، او في يعني في سعة في العيش ان شاء الله، او في انتقال الحياة افضل. والورد يعني اللي هو الورد يعني في تفسير الورد ممكن يكون في ورود غائب يعني قادم ليكم، وروده يعني ورود حد غائب وهيرجع ان شاء الله قريبا، وربما المسجد يعني انك انت بس تحتاجي مثلا الحد يعني ايه يعني يحل لك مثلا المشكله، او ممكن تحتاجي التعلم شيء معين يعني كان نفسي استفسر منك عليه يعني. تفضل نطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله ناخذ رسائلكم. سنعود. اعرف رقمك، احفظ رقمك، الرقم اللي عايزك تحفظه مش رقم البطاقة، مش رقم الموبايل، مش رقم الباسبور، الرقم اللي عايزك تحفظه هو ضغطك كام، سكرك كام، وزنك قد ايه، مستوى الدهون في جسمك قد ايه. اتصل بيا في اي وقت على خط احمي قلبك 1756 واضغط رقم 5. اسألوني عن قصور الشريان التاجي، عن امراض الحمى الروماتيزمية، عن امراض القلب، عن الجلطة، عن الذبحة الصدرية، عن اي حاجة خاصة بالقلب، عن ارتفاع ضغط الدم، هجاوبكم في اي وقت على 1756 وخط احمي قلبك. اتصل على 1756 واضغط رقم 5. احمي قلبك. الف مبروك ليكي، وانت كمان الف مبروك ليك. انتم يلي شايفيني ومتابعيني انتم عارفين انا ببارك لهم ليه؟ ببارك لهم عشان اشتركوا معنا في شموع الفرح. المشروع ده احنا عملناه عشان حاجة، عشان نحل مشكلة العنوسة ذات نفسها مش الجواز بس. ما تدوريش وما تقوليش خلاص انا مش هتجوز، لا هتتجوز بامر الله. فانا كل اللي طالباه منكم هترسلوا بياناتكم بس، كل واحدة بمواصفات شريك حياتها، وانت اللي انت عايزها بمواصفات شريك حياتك، بس اهم حاجة طبعا التدين والاخلاق. وعلى فكرة من خصائص البرنامج بتاعنا السرية التامة. كل اللي مطلوب منكم رسالة على الرقم ده. وفي حاجة كمان عايزة اقولها صغيرة خالص، انت سرك اللي انت هتبعتهولي بالمواصفات باسمك برقم تليفونك في الودن الشمال، وانتي كل حاجة تخصك واسرارك واسمك في الودن اليمين، بس كل اللي هيظهر عشان نأكد لك ان انتي رسالتك وصلت لنا، هتلاقي للتأكيد اكتر هتلاقي الاسم موجود اخر رقمين من رقم تليفونك فقط لا غير. وطبعا انتوا عارفين مصداقية البرنامج، وان شاء الله في اقرب وقت هنبدأ ان احنا نعرف مين اللي اتجوز ونذيع مين اللي اتجوز، عشان الامل والبسمة تدخل في قلوبنا كلنا ان شاء الله. عايزين نشوف العريس والعروسة، الناس الجادة فقط لا غير، عشان نفرح ونفرحكم كلكم. انت عايزة اقولك على حاجة، موضوع الخطبة ده من زمان، ولكن احنا طورناه فكر جديد جدا وشيك جدا، فما تقلقيش وبعتي وهتكون في سرية تامة مع اختك منا اللي انت بتثقي فيها. يلا ان شاء الله مستنياكم عشان تفرحوا ونفرح كلنا معاكم مع شموع الفرح. للمشاركة عبر الرسائل في البرامج الطبية وبرامج الأحلام والرقية الشرعية فقط
أرسل رسالة على الرقم المرادف لبلدك. ملايين وخمسة آلاف مصري يعانون من مرض السكر. من المتوقع بحلول عام 2030 أن يصل عدد الحالات إلى أكثر من 12 مليون مريض. ولذلك قامت جامعة عين شمس تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سعد حامد بتدريب نخبة من أكفأ الأطباء على عمليات زرع الخلايا الجذعية بأجور رمزية، وستجمع الهبات والمساهمات لعمل هذه العملية للفقراء مجانا، وسيكون هناك 5 حالات شهريا بداية من يناير. للحجز أرسل رسالة على 94-174 فيها الاسم، السن، العنوان، الوزن، ونسبة السكر قبل وبعد الأكل، ورقم الهاتف. من 25 سنة سؤال محيرني، ازاي الناس بتتخن وازاي الناس بتخس؟ سؤال غريب فعلا. السمنة والنحافة كانت قضية تشغل بالي لفترة طويلة. ازاي اكل كل اللي نفسي فيه واخس؟ هو ده الفن الحقيقي اللي احنا عاوزين نتعلمه، فن التخسيس بدور الجيم. ازاي ناكل 6 وجبات في اليوم ونخس؟ هنبصلكم من نافذة الصحة والجمال، نقدم لكم 30 برنامج للتخسيس. كل ده هنشوفه في برنامجنا فن التخسيس بدون رجيم. أنت تسأل ونحن نجيب. هنستقبل استفساراتكم ورسائلكم طوال الأسبوع على 94-17-4 صحة وجمال مع الدكتور عادل عبد العال. المدام حامل بتفكر هتتابع وتولد فين وبكام. مستشفى جنة للولادة، حالات ولادة 24 ساعة، خدمة طبية متميزة على أيدي نخبة من أساتذة القصر العيني في أمراض النساء والتوليد والأطفال وحديث الولادة، جهاز ثلاثي ورباعي، حضانات وأجهزة تنفس صناعي، ولادة بدون ألم. يا رب تسعد كل الناس وتفرح المحرومة بنعمة الأمومة. العنوان 16 شارع الظافر خلف كازينو الليل بالهرم. اتصلي دلوقتي علشان تعرفي أسعارنا المميزة. 011-700-8902. مستشفى جنة للولادة. مستشفى جنة للولادة. عدنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ان نجاوب على رسائل حضراتكم قبل البرنامج ما يخلص. كان اخر رؤيه من الزوجه اللي هي حكت الرؤيه اللي هي زوجها لابس الجلباب الابيض. الجلباب الابيض حسن دين لزوجها، والغوايش والاساور يعني هو نوعين يعني، فان شاء الله هي معها بنات ان شاء الله ربنا هيرزقها ايه بالاولاد، يعني هيكون عندها النوعين من الابناء يعني اولاد وبنات. وهي قالت ان هي كانت في مكان واسع، المكان الواسع سعة معيشه ان شاء الله ورزق وفير، والحمام اللي حضرتك عملتيه قضاء حاجه ليك، يعني في حاجه حضرتك بتفكر فيها ان شاء الله ايه هتقضى. بتقول حلمت بثعبان صغير ابيض زي البلاستيك، وكان كنت هضربه وخفت طرطش على السمك اللي بغسله، يعني في تعبان خفت تضربه وطرطش على السمك اللي هو اللي هي بتغسله. السمك رزق ولكن هي خايفه عليه من طرطشه الثعبان، فواضح انه الرزق ايه يعني رزق، اما فيه شك يعني بالنسبه للمال يعني في شك، واما ان هو الرزق يعني محسود عندكم حسد فيه يعني. حلمت اني بلم بيض كتير من تحت الفراخ، رزق وفير ان شاء الله ربنا يرزقك بيه قريبا. حلمت ان زوجي يتزوج عليا وتكرر كذا مره، ونفسيتي بتتعب قوي واقوم ابكي. نفسيتها بتتعب وتقوم بتبكي من الرؤيه، دايما بتشوف جوزها بيتجوز عليها، الرؤيه واضح ان هو في غيره شديده منك لجوزك، فالشيطان بيخوفك من الامر ده يعني في الرؤيه، فاصرف في الشك عن نفسك وما تشكيش في زوجك وما تغيريش يعني الغيره اللي هي مذمومه. حلمت ان شخص اعطاني ابنته لاربيها، كان شيخا كبير السن بلحية بيضاء في وجهه يبدو النور. هو خير طبعا جايلك ان شاء الله، والشيخ الكبير في السن اللي هو الناصح الامين بالنسبة لك، في ناصح امين بالنسبة لك، وهو على دين وعلى خلق وعلى صلاح، اللي هو الرجل الشيخ الكبير يعني اللي هو يعني حد هينصحك هتردعيه اللي هو يعني ايه او هتربيه، يعني في خير منك الحد برضو، انت يعني واضح انك انت ان شاء الله يعني ايه يعني لك في الخير، يعني بتعملي خيرات مع الناس يعني، ربنا يوفقك ان شاء الله. حلمت امس بعقرب ملتصق في بطن ايدي واخرجتها بالعافية لونها بني، واضح انه في مس او جن، فأرجو أنك أنت ترقي نفسك يعني تحتاجي إيه الرقية. في رؤية عندنا بتقول حلمت بالكواكب بتدور حول القمر، وفجأة دخلوا فيه وبقوا واحد. دي رؤية عامة مش رؤية خاصة، الرؤية العامة بتدل على أن في خلاف ولكن هيحصل توافق، يعني ان شاء الله هيكون في اجتماع على رأي يعني. حلمت اني خارج من البيت والشقه، خارج من باب الشقه ورأيت قطه كبيره جالسه عند الباب من الداخل، وفي حضنها قطتين صغيرتين. طيب احنا هتقول هي القطط جميلة، فربما لو كانت القطط جميلة يعني ما هتكونش مش جن، ولكن كنت هسأل حضرتك على ايه يعني عندك ابناء ولا، ولكن واضح ان ايه ربنا هيرزقك ايه بالبنت او بنات يعني. احلمت صديقتي اسمها ربيعة حلمت بي قبل سنوات اني جالسة في سيارة حمراء جميلة مع شاب جميل مجهول، وكنت خجولة، وهي كانت لابسة هي كانت جالسة من الخلف. طبعا ركوب السيارة الحمراء الجميلة اللي هي الدنيا اللي هتدخلي فيها، ربما لو كانت لو كنت عزباء يعني هيكون زواج، وزواج مريح، زواج ميسور الحال يعني، لان العربية كانت حمراء وجميلة، وكنت خجولة، الخجل إن شاء الله زيادة إيمان يعني، الحياء من الإيمان، وكانت جالسة في الخلف فهي إيه
ان شاء الله زواج وراحه، واللي جالسه برضه في الخلف برضه ايه راحه ليها. حلمت ان والدتي معاها صقرين والمفروض انها تذبحهم، فجت تذبح اول واحد مش اتذبح، والثاني ذبحته ونظفت عادي جدا، وانا واقفه مستغربه اني ماما هتاكلنا صقر. لا يعني فتشوا في مصدر الرزق، يعني ربما يكون في حاجة داخلة عليك. نعم مش ماشي وكده انتهت الرؤى وانتهى البرنامج. وأدعو المولى عز وجل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا من عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إن كنت وفقت فمن الله، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان. وإلى أن ألقاكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.